تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من الاستوديو. في عنا حيصير حلقات خاصه ببرنامج الاستوديو، حنستضيف ناس انتم بتحبوهم، انتم بتعرفوهم، وبيعلمونا وبيفتحوا افقنا على كثير اشياء في مجالات مختلفه مش الرياضه، ونتعرف عليهم من الجانب الرياضي. طبعا ضيفنا الاول هو ضيف انا علي خاص علي، يعني بدكم تنتقدوه ب 20 كيلو في وزن زياده، اللي هو حبيبنا فاسل الحاج. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انا حاس حالي شايل اثم الكالوريز اللي بتاكلها الناس في الوطن العربي، هيك ماشي والله بتفتح نفسنا دائما، يعني ما شاء الله عليك، جولاتك، سفراتك، حتى الافكار. يعني هذيك مره كنا بسيرتك مجموعه من الاعلاميين، فدائما بنتكلم انه كل ما نحاول نعمل دايت بتيجي لنا انت، فبنرجع من اول وجديد. الحمد لله، هيك انا مسوي شغل كويس معناها. طبعا لا ما شاء الله عليك، وجولات حول العالم. طبعا باسل احنا هون مش جايين نتعلم منك طبخ، ولا نتعلم نطبخ كنافه واحنا مش منفتحين، ولا نعمل اي شيء من هاي الاشياء. حابين يعني نشوف الجانب الرياضي عندك، عند باسل الحاج. ممكن كثير ناس ما بتعرف انك انت يعني متابع قوي لكره القدم فعليا، صح ولا لا؟ صحيح، جدا جدا. يعني انا حقول لك شغل، الناس بتقول لي انت حياتك اكل، انا باكد لك انه انا حطيت وقت وجهد وفلوس على كره القدم اضعاف اللي حطيته على الاكل في حياتي، اضعاف. اوف اوف اوف، هذه معلومه غريبه. انا يعني الرياضه بالنسبه لي هي كره قدم، يمكن سويت شويه ركوب خيل في حياتي، لكن انا عندي بلعب بلاي ستيشن من وانا طفل صغير، ما لعبت إشي الا كره قدم. رياضة ما مارست رياضة إلا كرة قدم، وما حضرت رياضة إلا كرة قدم في حياتي. ما شاء الله أكثر مني هيك والله. فبتابع من وأنا يعني خلينا نحكي من عمر 10 سنين، وأنا ومن لما تورطت بهذا الفريق الله يعطيه العافية الإنتر. طب ليش شجعته قبل 10 سنين؟ ما كانت جاي الكالتشيو بولي. مش 10 سنين، وأنا عمري 10 سنين. بس أنا بقول لك يعني وقتها ما كانت جاي الكالتشيو بولي، عشو شجعته؟ شجعته على 2 الله يسامحهم، باجي ورونالدو. باجي ورونالدو، رونالدو تحديدا، وبعديها صار رونالدو وفييري، وبعديها فييري وكريسبو، وفييري وريكوبا. يعني هذاك جيل خلص حبيت الانتر فيه ومسكت معي، وكنت متعصب للانتر زي ما خبرتني يعني في النقاش. متابع كثير 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 للانتر كثير، واللي زاد الطين بله، اللي زاد الطين بله اني انا تركت الامارات. انا يعني كنت عايش في الامارات حياتي كلها، بعدين طلعت على بريطانيا، عشت في لندن 10 سنوات، فبحكم اني انا في اوروبا وايطاليا قريبه علي، وانا يعني ما عندي كثير اصدقاء واهل في بريطانيا، فعندي وقت وفرصه السفر سهله، تكاليف رخيصه، فلما يكون في مباراه اسحب حالك روح على ميلانو. والله ما شاء الله. احضر الانتر. فبتعرف واحد بشجع الانتر من هو صغير وبحبه، وشاف الانتر بشوف باخذ الثلاثيه، وبعد هيك يصير يدخل الملعب. وانا هاي شغله بحكيها كثير للناس، انت ما بتشجع فريقك عن جد لحد ما تدخل الملعب وتوقف بين الجمهور 50,000 واحد قاعدين بتصرخوا قاعدين بتهتفوا، حيصير جواك انتماء كثير اكبر للنادي اللي بتشجعه. يعني انت اكثر ولاء من مراتي للانتر نفسي. بكثير. لا بلاش مراتي. شو رايك بالانتر هذا الموسم؟ ان شاء الله خير. ما كنت متفائل كثير، بس الحين شوي متفائل اكثر. ما في منافسين اقوياء، ما في منافسين اقوياء صراحه. صحيح. تتوقع تجيب الدوري؟ ما كنت متوقع، لكن اليوم بقول لك ممكن بحكم انه يعني سباليتي مش حيطول كثير. اسمع، المنافسين مجربينهم ترى، بيولي وسباليتي مجربينهم. صحيح. والاثنين دربونا، والاثنين على شهر 12 كنا مفكرين حالنا حنفوز بالثلاثيه، على شهر 3 صرنا نشتم في الساعه اللي وظفناهم فيها. صحيح. فمتفائل بسبب ضعف المنافسين كمان. مش خايف من اليوبي؟ انت شو رايك؟ انا انتوا بتخوفوا هذا ولا بتخافوا ولا بنخاف عليكم هذا الموسم؟ لا ما بنخاف عليكم. يعني اللي ما بتهدوا، والله انا خايف عليكم. لا باسل ما بتهدوا كالتشوبولي، ما بتهدوا موسم يعني الله يوفقكم ان شاء الله، بس ما حتسوي شيء. ولو بتلاحظ لما شفنا المشروع تعطل طلعنا بفضيحه جديده، يعني عشان ننطلق من جديد عشان تغيروا الاداره كلياتها مره ثانيه. ايوه يبدو انه الاداره حتتغير مره ثانيه وعقليه جديده. شو شعورك كان وانتم بتغلبوا مورينيو بثلاثيه؟ يعني هذا سؤال، انا لو انا انتراوي حكون حزين صراحه. انا اشعر بالشفقه على مورينيو للي وصل له صراحه. يعني انت بتحكي عن مدرب اعطانا اللي ما حناخده في حياتنا بعد هيك، ولا اخذناه قبل هيك، ثلاثيه. انا شفت فريقي سيد اوروبا، اقوى فريق في العالم، اقوى فريق في اوروبا، شفتها مع مورينيو. ايش صاير فيك يا مورينيو؟ ايش مالك يا مورينيو؟ ايش بتعمل يا مورينيو؟ ايش في مورينيو اللي كان ينحكى رح ينافس غوارديولا وحينافس سير أليكس وحينافس مدربين كبار باسمه وبانجازاته وبتاريخه؟ مورينيو قاعد بنطرد من توتنهام، حينطرد من روما، طب هذا ايش بده يدرب بعد هيك؟
ايش بده يدرب؟ طب بس انا عندي تفسير، بما انك انت بتحب مورينيو، عندي تفسير لمورينيو اللي هو انه ريال مدريد هو اللي غير مورينيو. الموسم الثالث اللي كان فيه جزء من الخيانه بالنسبه له، جزء من الغدر الاعلامي، جزء من غدر الاداره حتى يعني، وغدر اللاعبين، اعتقد غير انطباعه عن كره القدم. تذكر مع الانتر كان محولها معركه وحرب، وفي معركه وفي حرب، بس لما شاف الوضع هيك في ريال مدريد قال لك هاي وظيفه، خذ عقد وخذ فلوس والسلام عليكم. هاي البدايه ممكن نحكي هذا رايك صحيح، بس انا بدي اضيف عليه مرحله ثانيه هدت مورينيو، تشيلسي. تشيلسي الثانيه طبعا، تشيلسي الثانيه هذه هدت مورينيو صراحه. يعني ثاني مره يروح تشيلسي وانا راجع، وزي ما ام كومينج هوم يعني، راجع على بيته ونفس الشيء، يلعب شوي وفتره وبعد هيك يرجع يطلع بنفس الطريقه. خلص هنا فعليا اذا كانت هاي الفكره اللي حكيتها بدت في راسه في الموسم الثالث مع مدريد، فهي ترسخت في راسه في الموسم الثاني مع تشيلسي، خصوصا انه مع تشيلسي كان في تعمد واضح يعني بدهم يدمروا مسيرته اللعيبه، يعني هبوطه هيك لعيبه مستحيل. فخلص يعني وقتها انا قلت يعني خلص مورينيو بعد هيك وين ما يروح مش هو المدرب اللي راح يسوي اللي كان ناوي يسويه او كنا متوقعين انه يسويه. للاسف اكثر مدرب تابعته في حياتي يعني، مع اني بحب مارشيلو ليبي اكثر، لكن مورينيو اكثر مدرب انا تابعته في حياتي مستحيل. ومخه هو مخه كمان في يعني بده مخه يابس، تنح الزلمه كثير. انا بعرف قصه، يوما ما احد المسؤولين وراه كتابي، فانا كنت قاعد بقول له هذا يعني بيستغيب فيك، اصر يعرف انا شو كاتب عنه. يعني الناس كاتب كويس، لا بدي يعني الرجل اخذ الموضوع عارف انه بدي اعرف انتقدتني ما انتقدتنيش، شو كتبت، شو يعني اخذ الموضوع بيرسونال. ف صح الرجل عنده غريب. طيب بدي اسالك سؤال، مين احسن لك، الانتر السنه هاي يجيب الدوري واليوبي بنفس الوقت يعمل صدفة ويجيب دوري الأبطال، ولا تطلع ثالث واليوبي يخسر النهائي؟ يعني أقول لك أطلع تاسع واليوبي يخسر النهائي كويسة؟ لا لا لهالدرجة الحقد يا باسل، لا ده حرام يعني. لا مش موضوع حقد، بس يعني لا لا ما بتجيب الأبطال، لا بس حدايق كثير حدايق. لا مش الحين، مش الحين، مش بهذا الفريق، مش في الخمس سنين الجايين، لا لا لا. بعدين في شخص انا ما بحبه حيثبت جدارته في هاي الحاله. مين مدربكم؟ أليجري. اوكي أليجري انا ما بحبه صراحه، ما بحبه، ما بعرف ليش، الحب من ربنا يا اخي، انا ما بحب الزلمه. ما بدكش اياه يجيب انه أليجري يثبت انه انا قادر اجيب الابطال بهذا الفريق وبهاي المنظومه، انا حنجن مش حتضايق. اذا بنستضيفك ان شاء الله نهايه الموسم لو فزنا. ما حتفوز صدقني، ما حتستضيف. لو حتستضيف. انا عارف انه مش حنفوز، بقول لك لو فزنا من عارف. يعني انت فكر الأبطال. انت فكر، انا بدي اسالك، انا عندي فضول اعرف منك كشخص كثير متابع ومختص وفهمان جدا في الكره، شو في حدا حياخذها من الانجليز الفترات الجاي؟ لا لا، الانجليز اسرع واعلى جوده واكثر تقدما بالتكتيك، يعني ما في اي سلاح تلعب فيه. يعني زمان كانت المشكله معهم التكتيك، بنعرف كانوا مدربينهم اكل عليهم الدهر وشرب، فكان غوارديولا يلطشهم، كلوب يغلبهم، كل هذول الناس. الان صاروا عندهم هذول المدربين احسن سرعة. صار عندهم مدربين المان واسبان وطليان، اسرع لعيبه كره القدم واسرع واحسن جوده كره القدم وافضل رواتب كره القدم واعلام محايد جدا، بيعملش مشاكل كثير. فبصراحه ما بتشعر يعني، بشعر انا انه اقرب للوضع يعني، هم الان اصبحوا جنه كره القدم يعني، عشان ما نخدع نفسنا يعني. صحيح للاسف نقلوها لعندهم الجنه يعني، بسبب خطأ واحد من الاتحاد الإيطالي، تسرع شوي بالقرارات ونقل جنة كرة القدم لمكان آخر. صحيح صحيح. طيب أنت، أنا أهم مقاطعك بصراحة اللي أنا نفسي أروح على الهند بسببها يعني، اللي هي أكل الشوارع في الهند. آخ نفسي أروح على الهند أكل زيه، بس إن شاء الله قريبا، بس إذا ما تخلص الكورونا. السؤال هنا ماليش علاقة بالأكل، أنا وعدتك وإنت ماشي بالهند شفت ناس بيلعبوا قدم؟ لا أبد. كريكت؟ نعم نعم، كريكت شفت، نعم في حيدر أباد شفت كريكت صح، لكن كرة قدم في الهند لا. في دول تانية من قبل ما تنزل الطيارة وانت حاس انه في ناس بيلعبوا كرة في هاي البلد. مين أكثر دولة؟ أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية، أمريكا الجنوبية. حقول لك برازيل وأرجنتين. البرازيل في مشهد عام لكرة القدم في أي شارع، يعني مثلا في الجسورة، طيب جسورة السيارات، أي جسر تحته ملعب كرة ان شاء الله. طيب بتعرف في اوروبا، في امريكا، في كثير دول بتمشي بتلاقي في الساحات العامه في ناس بتسوي عروض. صحيح. اللي بغني، اللي برقص، اللي بيعمل حركات بهلوة، اللي كذا. في الارجنتين وفي البرازيل 50% منهم بيلعبوا كره قدم، بتفننوا كره قدم فري ستايلينج. بتلاحظ المشهد هذا كثير واضح. اسمعوا لعيبه، انا مره كنا في الارجنتين، واحد حتى في شبه من لوتارو مارتينيز شوي،
انا قاعد بطلع عليه ولكم جيبوه وقعوا معاه اشتروا عنا هذا الولد لعيب. فبتلاحظ هذا المشهد قوي جدا 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 في امريكا الجنوبيه اكبر بكثير من اوروبا كمشهد شارع كره قدم. يعني الشغف اكثر في شوارع كره القدم الامريكيه الجنوبيه. نعم 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 جدا في جدا. دولنا العربيه لفيت في دولنا العربيه انت ما شاء الله عنك يعني لفيت كل دول عربيه وزرت فلسطين وكل الدول. مين حسيت في دوله عربيه لسه بتمسك بثقافه الحارات كره القدم بتاعت الشوارع القديمه؟ انت قلت لي سيرة فلسطين، انا حقول لك شغلي انا شفتها. لا فلسطين مش ما بتتصدر هذا الجواب، لكن انا شفت منظر من اجمل المظاهر المناظر اللي شفتها بحياتي في ساحة المسجد الاقصى. كان في اولاد صغار قاعدين بيلعبوا كرة، مش صغار يعني اطفال يعني 12 13 سنة قاعدين وحاطين ملعب وملعب وشباشب هون في ساحة الاقصى. فانت قاعد تطلع بتشوف اولاد قاعدين بيلعبوا كرة في ساحة الاقصى، منظر رهيب جدا. بس يعني يمكن اذا بدنا نحكي كمشهد شارع وين بيلعبوا كرة كتير، مصر أكيد، المغرب أكيد، السعودية أكيد، هدول الثلاثة يمكن أحط على رأسهم المغرب. المغرب، المغرب بتكون في زقازيق في حارة قديمة في كذا بتلاقي ولاد قاعدين بيلعبوا كرة، بيحبوا الكرة كتير كتير في المغرب. في العراق ما لاحظت هذا الشيء في الشوارع ولا كان الظروف؟ موجود في ملاعب، بيلعبوا في ملاعب بس مش في الشارع كتير. الشوارع يمكن مش مكانهم. في ملاعب في الملاعب اللي الناس بيستأجروها وكذا بيلعبوا فيها كرة، وشباب بيحبوا كرة القدم لكن وبيحضروا كرة قدم كتير في العراق. يعني تلاقي كتير في الشارع بتلاقي بروجيكتر وفي نص الشارع بروجيكتر وهذا وعلى حيطة والناس قاعدة بتحضر لكن كناس بتلعب. أنا في المغرب يعني كتير كتير حلو كان المشهد، حلو أنك تشوف هيك كرة القدم في الشارع موجودة في كل مكان. إحنا جيلنا يعني بدأ لعب كرة القدم كانت في الشارع صراحة. الشارع وفي الحارة في الشارع وفي الحارة وتحط الجوال الله يعزك هي الكنادر والشباشب. هذا اللي تربينا عليه، هذا اللي شفناه، فحلو انك تشوفه لسه موجود. صحيح. يعني انا دائما خايف من انقراض ظاهرة صاحب الكرة. تتذكر صاحب الكرة كان زي فلورنتينو بيريز يعني يتحكم في اللعيبة. ايوه القوانين هاي عالمية، ترى في كل مكان في العالم بتعرفه. انت لما تشوف اللعبة تطلع عليها خمس دقائق تعرف مين صاحب الكرة. ليش؟ في ديكتاتورية شغالة على الشباب. بالضبط بالضبط بالضبط. فسبحان الله. انا بدي اسألك سؤال بعيدا عن كرة القدم، حنرجع لها شوي. وانت بتلف بالعالم في دولة حسيتها مبالغة زيادة عن اللزوم في مسألة الاكل الصحي وما شابه؟ في مين اليابان وكوريا. اليابان وكوريا، هاي مقولة قالت لنا في كوريا الجنوبية. إحنا بنعمل أكلنا. أنا أخذت حصة طبخ هناك في سيول، قالت لنا المدرسة إحنا بنختار وجباتنا بناء على كيف رح تطلع وجبة صحية وليس بناء على كيف رح يطلع طعم طيب. والله فمعايير اختيار الوجبة، إحنا الحين حطينا بروتين، الحين بدنا نحط كذا، الحين لا هون ما بتزود هاي لأنه خلص صار فيه فات أوريدي. فجزء من التفكير تبعهم انه كيف الاكل تطلع بالنهايه اكله صحيه. احنا عندنا في الوطن العربي اذا الدهن مش للكوع هاي اكله مش ظابطه. هو الدهن زاكي يعني ما نضحكش. زاكي. فشرق اسيا كوريا واليابان تحديدا كثير عندهم الجانب الصحي كثير كثير. هم كاشخاص صراحه ما بتلاقي عندهم نسبه بدانه ولا بتلاقي عندهم يعني بتلاقيهم ببين اثر هذا الإشي في الشعب. هي لانها ثقافه بصراحه، يعني احنا ثقافتنا الرز والخبز هذول ما بتقدر تشيلهم. صح صح جدا جدا. طب انا حقول لك شغله على سيره اليابان. انا عندي باكيت ليست، انا بامن بالباكيت ليست صار لها عندي سنوات وبسويها وبشتغل عليها وبحبها جدا. فشفت مشهد في اليابان في تقاطع اسمه تقاطع شيبويا، من اكثر التقاطعات الزحمه في اليابان. فوانا بحضر في واحد من الافلام لقيت في مشهد بورجيك على سطح بنايه بتطل على شيبويا في ملعب كره قدم. ايوه. فأنا عندي في الباكيت ليست ألعب هناك يوما ما، بدي ألعب في هذاك المكان. أنا كثير بحب ألعب كرة قدم وهيك حلو إنك تلعب في دول مختلفة. وأنا حتى من قبل أزكى أكل في العالم بحب إني لما أروح على دولة بتلاقيني ماخذ معي أواعي الكرة، مستعد حتى أروح لشباب ما بعرفهم قاعدين بيلعبوا كرة أتعرف عليهم. وصارت معي كثير في أكثر من دولة أتعرف عليهم وألعب معهم كرة. هذا المكان تخيل إنك أنت قاعد تلعب كرة قدم على سطح بناية مطلة على أزحم تقاطع في العالم. هاي اكسبيرينس حلوه. في دول لفت انتباهك بانهم شبابهم شباب الحارات كانهم بيلعبوا محترفين؟ في صراحه في دولتين انا حسيت باني انا ضعيف جواهم. اسبانيا وايطاليا، خصوصا اسبانيا. لعبت في البلدين خصوصا اسبانيا. الاسبان ترى انا حتى لما كنت عايش في بريطانيا مضيت كثير من وقتي بلعب كره قدم في الملاعب. وبتلعب مع ناس مختلفين من كل مكان. الاسبان الافريج
تبعه أعلى من أي حدا تاني. أنا هذا واقع عن تجربة فعلا. أنا أدخل على ملعب عندنا مباراة مع الشباب، داخل على الملعب أسمع الشباب بيحكوا أسباني، يا الله ليش جايين اليوم، يا الله إيش بدي أعمل في حالي أنا. لعيبة لعيبة بتحس إنه هدول يعني فعلا راضعين تكتيك كرة قدم، بيلعبوا بتكتيك، ما حقول لك مهاريين بس بيلعبوا بتكتيك. حتى أي شباب أسبان جمعهم تلاقيهم بيلعبوا بتكتيك. ذكرت بقصة على سيرة الأسبان، كنا بالجامعة الأردنية في الأردن فبنلعب سلة شباب مع بعض، فأنا دائما بضل أحكي للشباب أنا أول من أدخل الاحتراف لشلتنا يعني. ففي واحد دكتور إسباني بدرس طب واجب عجان بده يلعب معنا بس ما مش عارف يحكي معنا، يعني مستحي. فدخلته بفريقنا بصراحة، كان ضدنا اثنين لعيبة منتخب شباب أردني واثنين يعني لعيبة كمان يعني ليبل المنتخب. اللي صار في المباراة شيء كوميدي، إنه هو بصراحة إحنا وظيفتنا نوصل له الكرة. كويس. يعني فكان فرق المستوى، أعتقد التأسيس بيفرق عندهم الإسباني. ممكن والله أنا ما بعرف كيف نظامهم التعليمي الرياضي، بس ممكن جدا يكون عندهم هذا الإشي قوي، ممكن جدا. يعني واضح انهم عارفين اساسيات اكثر من غيرهم. يعني انا بشوفهم بالسلة، انت شفتهم بالقدم، ان هم الاسبان مش صدفه وصلوا لوصلوه فجاه بالرياضه يعني. صحيح صحيح صحيح. خلينا نحكي بذكرياتك الكرويه وحاول اربط لنا اياها برحلاتك اذا قدر. كاس العالم 2006 شو بتتذكر عنه؟ اسعد لحظات حياتي والله. اقول لك ليش. كاس العالم انا بشجع ايطاليا اكيد، 2006 كان كاسنا، وكانت السنة اللي أنا خلصت فيها ثانوية عامة وتخرجت بتقدير عالي الحمد لله، كنت الأول على مدرستي. ففعلا لما أقول لك أجمل صيف مضيته في حياتي كان هداك الصيف. خلصنا يا الله ما بنساه، خلصنا آخر امتحان كان كيمياء، خلصنا كان يومها في نفس اليوم في الليل كان في البرازيل واليابان وكان في إيطاليا وتشيك. جولين، جول الجول الأول ماتيرازي، الجول الثاني إنزاجي. أنا متذكر جوال إيطاليا لو تقول لي أعدل لك إياها كلها. جوال إيطاليا في 2006 كلها بعدل لك إياها. مونديال خاص لإلنا، مونديال كتير 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 اللي ذكريات حلوة معه. يمكن أعلى أحلى ذكرى كروية بالنسبة لي كانت مونديال 2006. وحقول لك شغلة، وإذا بتقابل أي حدا من مشجعين إيطاليا أسألهم فيها متى كانت أكبر فرحة، 2-0 على ألمانيا ولا الفوز على فرنسا في النهاية، حيقولوا لك ألمانيا. بعرف أنا بشجع. خمس دقائق اللي شفناها في مباراة إيطاليا ألمانيا ما حتتكرر في تاريخ مشجع لفريق. خمس دقائق يمكن شافوها تبعون ليفربول مع الميلان في الثمان دقائق هدول يمكن. احنا الخمس دقائق الاخيره في مباراه المانيا هي اسعد خمس دقائق كرويه مرت على اي مشجع لمنتخب ايطاليا مع المانيا وفي برلين. وتطلع الفاينل خلص يعني وقت، صدقني لو خسرنا الفاينل ماني زعلان، اهم شيء فزنا على المانيا بهاي الطريقه في مكان رائع كانت. والله انا بالنهايه ذكرى ثلاثيه مع الانتر طبعا، يعني انا بتذكر، انا ما بتذكر صراحه لاني انا يومها قاعد فوق سيارات اصحابي، قاعد بنط فوق سيارات اصحابي يعني يومها لو معهم سكين لضربوني فيها قد ما نرفزتهم. ما دامك حكيت عن الثلاثيه خلينا نتكلم عن مباراه جاءت بالدور الاول ناس كثير نسيتها، اللي هي مباراه دينامو كييف والانتر، اللي هي كانت ممكن بالاياب تطلع الانتر من الدور الاول وما نعرف لا عن مورينيو ولا عن ثلاثيه. تذكر هدف شنايدر بالدقيقه 89، مين اهم لك بتلك اللحظه، هذا الجول ولا والله الفوز الكبير على برشلونة؟ يعني مين شعرت انه يعني انت كمشجع بمسك اكثر؟ هو اكيد الفوز على برشلونة، لانه انت وقتها بتحس انك انت فريق يعني في ليفل تاني مختلف. يعني لما تكون انت بتصارع حتى اهل الدور الثاني ولا لا، تكون مستحي من اصحابك اصلا تحضر المباراه لحالك، وانه يعني شو هالفريق اللي مش عارف يتاهل، فهي اختلاف سقف طموحات صراحه. فهذيك المباراه انا قاعد بقول يعني بدنا نتاهل. واقول لك شغله، الموسم اللي قبله ترى، الموسم اللي قبله احنا طلعنا من مانشستر يونايتد صحيح، وطلعنا بصفر صفر 2-0، لكن 2-0 كانت ظالمة، كان فيها عرضتين، واحدة لأدريان وواحدة لإبراهيموفيتش. طيب لو تأهل، وكانت في أرض يونايتد، لو دخلوا العرضتين هدول إحنا تأهلنا فوق يونايتد، اللي وقتها إذا ذكرتي صح فاز باللقب. لا خسر النهائي. لا خسر من برشلونة في النهائي، صح خسر من برشلونة في النهائي. ولكن فإحنا داخلين الموسم اللي بعده في طموح، في طموح انه بدنا نسوي شيء كويس، بس قدام دينامو كيف متضايق انت يعني، بس تاهلوا مشان الله وبعدين بنتفاهم. لكن اقول لك في مباراه للانتر اسعد من 3-1. انا ايش كنت بقول لك الحين، مباراه المانيا السيمي فاينل كانت اسعد من الفاينل، في مع الانتر ثلاثيته نفس الشيء بالضبط، انت طلعت برشلونه كانت اسعد من الفاينل. تذكر الفاينل احنا ما سوينا شيء ترى، احنا في الفاينل قلنا لدييغو ميليتو حبيب القلب دير بالك علينا، ودار باله علينا. بس وكما قال مورينيو، الجميع يعرف أننا سنفوز قبل أن تبدأ اللقاء. بالضبط بس طلعنا برشلونة خلاص، الواحد مرتاح من جوا مرتاح. تذكر ردة فعل بال الإنتر في ذلك اللقاء؟ الشوط الثاني كان روح، كان في روح قاعد بتلعب.
مش بس في هداك اللقاء وبقول لك في الإياب كمان، يعني كان برشلونة وقتها صعب ما يسجل فيك، كتير صعب. أنت في الكامب نو بتلعب برشلونة ما يحط فيك جولك، كتير صعب كتير صعب. خوليو سيزر فيه له صدة في الشوط الأول من ميسي، ميسي فلتاته هاي وكرة وصدها خوليو سيزر، هاي بالعادة جول، هاي أنت بس تشوفها بتقول خلاص هاي جول. في كور كان بياسو يشيلها، في كور، في ركضات لزانيتي، لوسيو، سامويل، كان رجال، 11 رجال على أرض الملعب فعلا. طيب خلينا نحكي، اذا بدك تختار مباراه كايطالي بتختار لي مباراه المانيا، قلت لي هي اهم مباراه في حياتي. صحيح. كمنتخب مشجع وكانتر برشلونه ولا في غيرها؟ لا لا، برشلونه 3-1 هذه اهم مباراه لك. طيب وبقول لك يمكن في مباراه ثانيه، معلش تسامحني فيها، بس هاي مؤخرا من تاريخ الحديث مع الانتر، حقول لك انتر يوفي 2-0 الموسم الماضي لما امنتوا الدوري، خصوصا على جول باريلا لما امننا الدوري. احنا طيب. مش بس امننا الدوري، وقتها حسيت انه الانتر، وقتها حسيت انه هذا الانتر اللي انا بدي اشجعه. لا عارف ليش، لانه مش لوكاكو ولا حدا من الفرق من اللعيبه الكبار، لما باستوني يعمل اسيست زي هيك وباريلا يستلم استلام زي هيك ويركض ركضه زي هيك ويسوي فينش زي هيك، هذا هو الانتر. الانتر ما مش فريق قائم على نجم واحد كبير من يومه، حتى في عز فترات رونالدو، حتى في عز فترات فييري، الفريق قائم على على ال 11 لاعب اللي في الملعب. فهداك الجول تحديدا انا يمكن دموعي نزلت، يمكن خلاص. شفت انتر يومها، وعلى اليوفي كمان شفت انتر يومها. انتوا دائما تتشاطروا علينا، بس اوقافكم يعني الصراحه انتوا اللي دائما تشاطروا علينا. لا احنا بنشاطر عليكم على مستوى البطولات، بس انتوا دائما تجيكم الفزعات هاي المفاجئه. يعني تذكر سلسله كونتي الذهبيه بلا خساره، انتوا غلبتونا 3-1 بجوارين، اللاعب كان اسمه جوارين، اجيتوا فجأة. كان معكم مين المدرب الشاب الصغير هذا اللي ما طول، نسيت اسمه، جبتوا مدرب مرة صغير زي فلاس بواس هيك عمره 35 سنة. بتذكروا نحيف هذاك الشيء. ايوه ما طول، راح غلبنا احنا، ما عملش اشي في مسيرته كله انه قطع سلسلة كونتي انه يحطم رقم قياسي ميلان يعني. صح. طيب بدي اسألك سؤال، وانت بالسفر نفسه لو في مباريات مهمة كأس عالم مهم او شيء، شو بيأثر عليك بشغلك بعملك كذا؟ ممكن أسيب كل عملي وأروح أحضر المباراة، وسويتها قبل، يعني صارت قبل أني أنا أختار وين أصور. مثلا صورت في روما بناء على مباراة حضرتها في روما. أوكي. حذر أنا شو حضرت في روما، حذر، شوف 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 الإنجاز العظيم، حذر. شو؟ 3-0 برشلونة. والله؟ يس. أوف. يس. هاي لازم نزلتها، ما نزلتش الأكلة تاعت روما يومها. عن جد أنا يومها يعني، ويومها أنا مخلص تصوير ورحت ودخلت. يعني انا بالعاده شوف اللي بده يحضر مباريات بده يكون فليكسبل شوي، فانا حضرتها بتيكت اشتريتها من على الباب، ما كان معي تذكره، بس انا وقت، انا قلت في حالي باسل حتى لو ما حضرت المباراه كون هناك في هذاك الوقت، حتكون جو حلو. وفعلا صدفت معي وخلصت تصويري ورحت ورجعت الكاميرات وخلصت اموري وطلعت واخذت اغراضي ورحت وحضرت المباراه. وقبليها بكم يوم او لا في نفس السفره ناسي، المهم حضرت انتر يوفي، اللي هاي ذكرى حلوه لكم انتم، لما كنا 1-0 لليوفي بعدين انطرد ناسي مين من الانتر بعدين المباراه اللي لعب منكم عشان بيانيتش او شيء، كان لازم ينطرد بيانيتش بس ما انطرد. بعدين صارت 2-1 لدقيقه 89 وهي 2-1 للانتر، صحيح. دقيقه 93 3-2 لليوفي، انا كنت بصور حلقات يومها في ميلانو. والله بس لا هاي مناسبات تاريخيه لازم رسخت صح صح صح. هذيك مرة بحكي بتمنى اني اقدر هيك يعني، ان شاء الله حتى في المستقبل لو بقدر اني احط كرة قدم اكثر، يا ريت والله. في هاي التجارب هذيك مرة على اليوتيوب لقيت واحد ايرلندي شمالي عنده فيديو لمحمد صلاح جايب مليون وإشي، فتواصلت معه عشان انشره عندي يعني للناس مجانا، انه اوكي بس فبقول له اذا في اي فيديوهات ثانية يعني وي كان توك اباوت، يعني نتكلم على بارتنرشيب او اي شيء من هاي الكلام. قال لي لا بارتنرشيب ولا هم، انا هاي اول مباراه بحياتي بحضرها بالصدفه، وكنت فاتح الموبايل وصلاح براوي لاعيبه مان سيتي، يعني الموضوع ما له علاقه. نصيبه بس سبحان الله، جاب فيديو مش زيه يعني. انا حقول لك شغلي، انا اكثر دوله بحبها في العالم يعني كدوله بحب ازورها، وهذا هي ايطاليا. ليش؟ لانها بعتبرها جنه شغلتين، جنه كره القدم وجنه الاكل صراحه. يعني الدوله اللي انت بتاكل فيها اكل طيب وبتشوف فيها كره قدم حلوه، هاي دوله انت بتعيش فيها سعيد، وهاي هي إيطاليا بالنسبة لي. غير عن طبعا الأشياء الثانية اللي في الطليان، اللي إيش طباعهم وكيف هم بيشبهونا وكل هاي التفاصيل عن إيطاليا خليها على جنب،
دولة فيها أكل طيب وفيها كرة قدم، أنا كباسل بكون فيها أسعد إنسان في الدنيا. هذا مكانك صحيح صحيح. هذا مكاني. هذا باسل مكاني. أنا كثير سعيد إنك كنت معنا اليوم، وكثير سعيد إنه عرفنا الناس قديش أنت تراوي. بقدر أقولها ولا ما بقدر أقولها عندك في القناة؟ عادي عادي. لا لا. فورتسا إنتر. فورتسا إنتر. فورتسا إنتر. أنا زلمة مرن جدا يا باسل. كويس. هيك قلتها وطلعتها من نفسي وأنا هيك خلاص مرتاح. حبيبي يا باسل، وكثير كثير سعيد فيك، وشكرا كثير لإلك على قبولك الدعوة. شكرا لإلك، ويعني تجربة جميلة، وأنا أنا الحين مستني أشوف مين بعدي، مين من الناس اللي الناس بتتابعهم وما بتعرف الجانب تبع كرة القدم تبعهم. أنا كتير مهتم أعرف إن شاء الله. والله أنا متواصل مع كتير ناس، بس أنا بهمني اللي يجي يكون عارف كرة قدم. تعرف في ناس ملهاش في الكرة، يعني يكون واحد مثلك ما شاء الله عنك. يعني شكرا كثير يا باسل. الله يخليك. شكرا لك يا حبيبي محمد، يعطيك العافية. يا هلا يا هلا. السلام عليكم.